اجي هنا بقى سالوني على جلال اقول ايه؟ تقولي لهم جلال بيستمتع بالاجازه بتاعته في تورونتو زي اي رجل اعمال جميل، وانا كست مصريه جميله اصيله جبت الاولاد عشان يشوفوا جدتهم وعيلتهم. سلام عليك يا فوقيه. وتفتكري يعني انشراح كده هو يعني ايه؟ هنخلص منها كده يعني ولا ايه؟ لا عادي هندهلزها. ده ايه؟ لا مش هنندهلها، انا صدعت. هندهلزها انا وانتي، هندهلزها سوا. هندهلزها. ثانكس فوقيه، انا من غيرك مش عارفه كنت هعمل ايه في الوقت اللي انا فيه ده. لا ولا اي حاجه، بس المهم لما تديكي الورث وتاخدي الظرف تديني ظرف غير ظرف اكرم من وراه. اوكي. حبيبتي وحبيبه اوزو وبوزو. سميحه سميحه سميحه. معلش معلش ما لقيتش سحلة ولا ينسو فعملت عصير. ما بشربش العصير. اشربي بدل ما رقبتنا تطير. تسلم ايديكي. مفيش كسر، تهتب بسيط جدا في الانسجه، يكاد يكون معدوم. يعني ايه تهتب في الاجنسه؟ الانسجه كانها كدمه، حاجه بسيطه جدا ما تقلقش الحمد لله. هو انتوا قرايب يا دكتوره نيلي؟ انا والطفل المدلل ده؟ حاجة زي كده. لا مش قرايب، ما نعرفش بعض أصلا، ولو سمحت تكلمي معايا بأسلوب أحسن من كده. يعني إيه طفل المدلدل ده؟ المدلل؟ هو معرفة كده جوز بنت خالتي، أهو جايين من بره مصر وجايين إن شاء الله. أنا مصدع، عمال أقول لك أنا مصدع من ساعة ما إحنا كنا في البيت، وأنت كل همك الدكتورة وميعادها. طب اتفضل بقى قوم قدامي كده اتفضل. يقوم يروح فين يا دكتورة نيلي؟ هروح. طب ممكن تستنينا بره شوية؟ اتفضلي لو سمحتي. اتفضلي لو سمحتي. اتفضلي لو سمحتي. انت جيتي بالسفر امتى؟ انا جيت من يومين يا حبيبتي. وجلال ما جاش ليه؟ في تورونتو عنده شغل كتير قوي. انت قلتي لي مين دي؟ انا فوقيه. صح فوقيه فوقيه فوقيه. قولي لي بقى يا حبيبتي العيال سامح وسامح صح؟ جم معاكي؟ جم. طب ما جبتهمش ليه؟ ما سامح يا عيني دماغه اتفتحت بس خيطناها يا حبيبي. فانه مستشفى حبيبتي نعمل معاه الواجب. لا انا جبت له الدكتوره، يعني كانت صعبه كده شويه معانا بس اديته حقنه وبقى احسن شويه. ايه اللي كانت صعبه دي؟ مين دي؟ دي بنت خالتي. بنت خالتك؟ ساكنه فين؟ في المانيال. اسمها ايه؟ نيلي. لا يا حبيبتي نيلي على نفسها. مش علينا. طبعا على نفسها مش علينا. ما تقلقيش، ده احنا هنملص لها ودانها. بقولك انا هعمل واجب بعد انك سامح ما تعملش مع حد. انا هكلم ميمي ابن عوني جارنا دكتور في الاميري، هياخده معاه يجبسها له في المستشفى، وابقى وريني بقى البت نيلي دي هتورينا وشها ازاي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.